جميعا، احمد روبلوكس رجل الاطفاء سوف ينقذ الجميع من النار. انا الان عندي مفاجأة اسطورية، والان انا راح اصدم الجميع. انا راح اتقدم مثلك ترارارا. اهلا وسهلا، انا زعرور رجل انا مش رجل، انا طفل الاطفاء، وانا هي فتاة الاطفاء. 100% اليوم عملنا رجال اطفاء جميعنا. احنا اي منزل بيحترق مثلك بنطفيه، من ننقذ جميع الابرياء. فيلا يا زعرور، يلا يا سوسي، كل واحد الان يركب الشاحن تبعته، سيارة الاطفاء. يلا يا زعرور، لازم نروح احنا على مركز الاطفاء. 100% وي 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 وي، انا يا بابا هوني الكينج. اوه الكينج بتحكي لي. اه الان رح نشوف مين الكينج. زعرور وين رايح انت؟ لورا لورا. نسيت. يلي يا احمد، بنتقدم مثل ما انت شايفين. هذا هو مركز الاطفاء. بكبس انا هاي الكبسة، بفتح البوابة، بتقدم مثل هيك. يلا يا ماما، يلا يا بابا، يلا. هيني انا صفيت الشاحن تبعتي. يلا انا كمان. ياي والله اشي رائع. خليني انا اجي هون مثل هيك، خليني اجلس انا هذا المكان. في مصيبة، السجن قاعد بيحترق، شوفوا. مصيبة كبيرة، السجن بيحترق، بسرعة انزلوا عند شاحنات الاطفاء. يلا يا بابا، انا الان بدي اركب، اركب وراي بسرعة. يلا يا بابا، روح يا احمد. يلا هيني انا بدي اروح على السجن، السجن حاليا بيحترق. ايوه يا بابا يا حبيبي، روح على السجن ساعد السجناء، دير بالك على سيارة الاطفاء. لا تخاف يا زعرور، هينا احنا يجينا على السجن. يلا انزلوا، هيو بيحترق. يا حرام على اللي قاعد بصير، خليني انا هوني اطفي هاي المنطقة. ايوه طفي النيران يا بابا، لازم نساعد جميع الموجودين. اخ احترقت شوية، لكن مش مشكلة، هينا بكسر بالباب. هينا كسرناه، ادخلوا بسرعة، لازم ننقذ الجميع هون، مش لازم نخلي اي احد الا وننقذه. في حد هون؟ لا ما في اي احد هون، احنا لازم ننقذ الجميع. والله يا بابا لازم نساعد الجميع. خليني اكسر انا هذا السجن، الوضع عندي جدا جدا خطير. يلا اكسر يا احمد اكسر. شد ايدك يا بابا شد. والله اني قاعد بحاول، بدي مساعدة، لازمني انا مساعدة. في واحد هون ساعدني، هيني جيت. اخ احترقت شوية، لكن يلا الحقني. طيب ماشي، خليني اطفي انا النيران هون. ايوه يا بابا طفي النيران. يلا تعال معاي واتبعني. اوه شكرا، ساعدني. نعم هيني ساعدنا الاول، لازم نساعد الجميع، ما بدنا نخلي اي احد الا ونساعده يا بابا. 100% يا زعرور، هيني صرت انا اكمل هذا المكان. زعرور تعال ساعدني، هذا حديد قوي جدا ومش اي احد بالعالم بيقدر انه يكسره، لكن انا وزعرور مع بعض رح نكسره. يلا يا بابا يا بتشقق شوي. نعم واو، هينا يدا بيد انقذنا بعض، والان رح ننقذ احنا الموجودين في هذا السجن. يلا يا بابا والله يلا. يا خليني اشوف هون في اي احد، ما في اي احد هون. لازم يا بابا نكون انا وانت رجال اطفاء جدا اسطوريين. نعم انت بانك تموت يا زعرور، خليني اطفي الحرائق اللي هون. تعال انا وانت. هيني يا احمد شايفني؟ اوه والله انا كمان شايفك يا ماما. يلا احنا الثلاث قاعدين بنكسر في هذا السياج، ما بدنا نخلي
يا سياج موجود في هذا السجن، كل مكان احنا بدنا ننقذه. ياي 100%. هاي لازم نطلع احنا على الطابق الثاني، هاي فيوني طابق ثاني لازم نحاول احنا نطلع منه. بس خليني انا احاول واحاول اكسر هذا السياج. اوه يا بابا يلا بسرعة بسرعة بسرعة، هين طلعت وانا كمان، يلا ساعدني. بحترق بحترق. كل اشي هون صعب صعب كثير كثير. احنا الان انقذناهم ولسه احنا رح ننقذ الجميع 100%. لازم اعبي انا الاطفائية اللي معاي عشان ما معاي انا الا الاكس حاليا. بابا وين الناس وينهم؟ لازم نعثر عليهم بسرعة. بعرف يا زعرور، هذا الكلام اللي كنت بدي اوصل لك اياه. تعال ندور احنا في هذول السجون يمكن نلاقي. انا مش عارف ابدا، انا لقيت فقط واحد. انا يمكن هون في واحد. اوه في وحده، راح اساعدك، لا تخافي لا تخافي. انقذوني. اوه تعالي معاي بسرعه، انا راح انقذها. يلا يلا اطفوا الحرائق الموجوده. اوه احترقت احترقت. دير بالك باباي كمان واحد. اوه ممتاز، يلا 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 شوي شوي تعالي معاي اتبعيني. واي كمان واحد، انقذنا كثير احنا. ياي ايوه بابا بننقذ احنا الملايين والملايين من الناس المسكين. نعم يا زعرور، انا لازم ان اجيب هذه الاطفائية، لازم ان اعبيها يمكن من هذا المكان. مش عارف كيف الواحد بيعبي اطفائيته. بابا يك قاعد تعبي فيها. اوه شكله يا زعرور شكله. اوه والله هيني بعبي فيها، شوف على اليسار هاي زوم هيك قاعدة الاطفائية تبعتي، الانبوب الاطفاء تبعي بيمتلئ بالهيدروجين البارد اللي بخليني انا اطفئ جميع الحرائق. يا بابا لسه يلا ضايل كمان كمان لازم ننقذهم، ضايل اربعة. بتتوقع نقدر لهم ولا لا؟ ما بعرف زعرور، بس انا لازم اني انا افكر اكثر من ما انا ما في اي احد. لازم انه ندور احسن من هيك على البشر المساكين اللي بيحترقوا في مثل هذه الاماكن. يس يس 100% بابا. لازم اني اروح انا على المنطقة اللي موجودة بالامام، لاني انا ما استكشفت فيها كويس، فبدي استكشف فيها كويس. فقط بقي ثلاث يا احمد، يلا انقذوهم جميعا. معنا ثلاث دقائق وباقي ثلاث اشخاص، فمين بتتوقع انه يفوز، احنا ولا النار؟ يا رب احنا يا بابا. نعم يا رب احنا. خليني اكسر انا هذا الزجاج. اكسر يا احمد، كون اقوى من الزجاج. اوها يلا كم ضربة ضايل لك يا بابا؟ ثلاث ضربات زي هيك. بتتوقع هون في اي احد؟ شكله ما في اي احد. لازم لا 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 بابا شو بصير معاك؟ هيني طفيت نفسي، خليني اكسر، لازم انه نبحث بكويس كثير كثير. واو هيني انا كسرت هذا المكان، لازم اكمل لازم اكمل. ايوه يا بابا لازم تكمل. استنى شوي، شكلي شفت واحد، هذا واحد. اوه لا هذا واحد من الاطفاء مثله، قاعد بدور على اي واحد عشان ينقذوه. يلي يا احمد لازم نساعد الجميع الان، يمكن في واحد عالق بين النيران لازم نساعده. 100% يا سوسي، خلينا اكمل انا هون. اكسر اكسر اكسر. رجال الاطفاء يعني بيتعبوا تعب شديد، تعب مش طبيعي. واي في واحد قاعد بيساعد معاي. اوه ممتاز، فيش حدا هون للاسف الشديد، ما في اي احد هون. يلا يا احمد يلا يا بابا لازم نساعدهم. زعرور بحثت ودورت وشفت بكل هذه الاماكن وما لقيت
يا حادة. اذا يمكن بالمكان الثاني يا احمد. يمكن يا سوسي. لازم انا بسرعة بسرعة استعجل. استعجل يا بابا يا كبير. والله قاعد بحاول يا زعرورة لكن لا جدوى. ما في جدوى من هذا الكلام اللي قاعد بسويه انا. ليش يا احمد؟ لانه يا سوسي مش عارف وين المكان تبعهم لهذولا المساكين. بابا دور كويس. بابا يمكن يكون اب لولد صغير بده مساعدة وانت ما تقدر تساعده. والله بحاول يا زعرورة. خليني ادورهم. ما في يمكن بالاعلى على ما اتوقع بالاعلى. باقي اثنين يا احمد. نعم بابا انا ساعدت واحد. انا لازم اني اجي هون. لازم اني اطفي الحريقة هاي الاولى وهي الثانية. لا 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 احترقت احترقت. اوه لازم اني ادير بالي على حالي. اي يا غالي دير بالك على حالك. ايني بحاول يا زعرور بحرق. اي واحد هيو بتتوقع على حق اني انقذ ولا لا؟ كم ضايل طالت 9 ثواني يا بابا. هيني قاعد بحاول. تعال معاي اتبعني اقفز وراي اخر ثانية. لا ولا هيو فاز فاز فاز. ياي انت الاول بابا. نعم انا الاول يا زعرور. يلا الان احنا ورانا مهام اصعب اصعب اصعب. نعم هيني انا يا بابا شايفني قدامك. نعم هيني انا احمد شايفني قدامك. 100% يا سوسي. يلا الان احنا ملوك رجال اطفاء. انا مش رجال اطفاء انا بنت الاطفاء. اوه طيب ماشي. يلا يا فتاة الاطفاء خلينا احنا الان لازم احنا نقرر ايش نساعد. اوه في هوني اوتيل. هذا الاوتيل هذا الفندق لازم نساعد الزوار اللي فيه. فيلا خليني انا البس ملابس الاطفاء. اعطيني هاي الملابس اللي بتحميني من اي حريقة. واو هاي هذا الفندق جالس بيحترق. يس بابا يلا لازم احنا نساعد الفندق. يلا هيني انا قفزت. هيني انا بدي اركب بدي اكون السائق. اركب وراي. يلا يا احمد ايني انا اجيت. اركبوا خلص ما في وقت. ما رح انتظركوا اكثر من هيك. الدنيا الان مساء ضوء القمر فقط موجود في هذا المكان. شوفي سرعتي في هذه الشاحنة. شاحنة الاطفاء انت سريع فيها كتير. نعم يلا ما معنا وقت. يلا يا بابا كبير حرك. اكسروا اكسروا. يا سلام هينا كسرنا. خليني ادور على اي شخص بده مساعدة. بدي اصعد انا الى الاعلى يا احمد. اصعدي 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 يا سوسي اصعدي. هيني انا قاعدة بصعد. ايوه ايوه يا زوجتي خليني انا ادور هون. لازم ندور احنا شوي شوي. هي يا احمد خايفة انا خايفة وانا كمان بابا خايف. خليني اطلع انا هون. زعرورة انتبه انت انت انا مش مأمن لك ابدا ابدا ابدا. ليش يا بابا ليش؟ لانك دائما بتحرق نفسك مثل الاغبياء. بابا لا انا مش غبي. طيب زعرو عشان هيك لازم انت ترد على كلامي. يلا اكسر بسرعه. والو اخيرا كسرت انا هذا الباب. اوه في كمان باب بس ما اتوقع فيها يا حدا. احمد ايني مسكت واحدة وانا يا بابا مسكت واحد بابا حبيبي. اوه بطلي بطلي انت يا زعرور. خلينا اشوف هون ما في اي حدا. لازم احنا ندور كويس. خلينا اطفي هاي الحريق وهاي كمان الحريق على اللي بعده. ما بدنا نخلي اي حريق شغالة في هذا الفندق بالكامل. 100% يا غالي. خليني انا اطفي هذا المكان وهذا المكان. طفيت كل الطابق انا لوحدي فقط عشان تعرفوا انه رجال الاطفاء قويين بمهامهم كويس بيحترق لكن مش مشكلة. يا الله يا بابا كسر كسر الباب. اني كسرت الباب. في حدا في حدا منه مساعدة؟ مش شايف احد. انا ما بده مساعدة. خلاص خلص اللي معاي. خليني اكسر انا كمان هذا الباب.
واو وجدته، تعال تعال تعال، ما كنت شايفك، سامحني. احمد اين اطفي لك الحريق اللي قدام عيونك؟ يلا اطفي. خلص خلص معاي، انا اللي بيطفي الحريق. اوه انا كمان، افتحي لنا طريق يا سوسي، هذا مسكين لازم اني انزله للاسفل، لازم انزله الى بر الامان. يلا يا احمد، هيني انا، هيني انا بظهرك. يلا يلا شوي شوي رجل، استنى شوي، خلينا ننزل. ايوه يا بابا ساعده ساعده يا بابا يا غالي. هيني بحاول اني اخليه ينزل شوي شوي بدون ما يحترق، بدون ما يتدمج، فمنحرك احنا من هون من هون. يا سلام عليك يا احمد، يلا اطلع. يا سلام، يلا ابدا اعبي انا من هادي، خلينا نعبي عبي عبي. ايوه يا بابا عبي. احمد زي هيك؟ لا يا سوسي هيك بتخلصي انتي ال يعني المطفأة الحرائق. طيب ماشي، يلا هيني قاعد بعبي. بابا باقي اربعة وباقي اربع دقائق معنا يا بابا. نعم زعرور، عبي يا احمد بسرعة بسرعة بسرعة، لازم ننقذ حياة الاربع اشخاص باسرع سرعة ممكنة. يلا هيني عبيت، يلا يا زعرور، يلا يا سوسي حركوا. يلا يا احمد هيني انا وراك. ما لقينا احد احنا في هذا المكان، خلينا ادور انا هون ونون، ما في كمان اي احد الان، بدنا نبدأ بالجردة. زعرور اطلع على الطابق الثاني ودور بكل مكان فيه. طيب طيب يا بابا ماشي، وانا رح اطلع على الطابق الثالث، سوسي اطلع على الطابق الرابع. طيب احمديني انا بنقذ واحد. يا سلام، ايوه خلاص، اي زيك دوني سوسي، خليني انا اكسر الباب هذا اللي موجود هون. وين انا بكسر في هذا الباب؟ ممتاز ممتاز، بتتوقعوا اقدر اكسر هذا الباب انا؟ يلا يا احمد، والله صعبه صعبه هذه الوظيفه كثير، قاعد بكسر بالباب، بتتوقعوا متى راح اكسره؟ يلا يا بابا اكسره. يلا هيني كسرته، هاي في هوني وحده، تعالي معي يا مسكينه تعالي اتبعيني. ايوه يا احمد ايوه، خلينا اشوف زي هيك باسرع سرعه ممكنه. جميل، علي بعده، خلينا نفتح لها طريق. بابا هيني انا كمان ماسك وحده. يا سلام عليك، لا 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 ما بدي احترق ما بدي احترق، هيني قاعد انا بظبط الوضع هون، خلص المعاي لاطفاء الحرائق، اتحرك يا احمد بين النيران. لكن عادي كله، هاي بتحترق بتحترق وبدها تموت، خليني اطلعها على بر الامان. ضايل وحده، يلا بابا ضايل فقط واحد موجود في هذا الفندق، لازم نطلعه بامان وسلام. 100% يا بابا يا غالي. هيني قاعد بعبي انا في اسطوانة الاطفاء. ايوه يا احمد ايوه، خلينا نعبي عبي عبي، بدي اعبي تقريبا الثلاث ارباع، هاي النص، يلا ثلاث ارباع، خلاص زي الكفاية. يلا يا بابا، هيا يا احمد، يلا فعلناها، ياي رائع، مرحة مرحة مرحة، احنا اقوى واحد بالعالم. شوف انا الاول بابا. نعم انتهت وظيفتنا الان، يلا يا سوسي تعالي معاي، يلا يا زعرور تعال معاي. واو واو، يلا خلينا احنا الان نرجع على منزلنا. ياي اليوم كان يوم حماسي واسطوري يا بابا. 100% يا زعرور، احنا انقذنا العالم، انقذنا السجن، وكمان انقذنا ايش يا زعرور؟ يا بابا انقذنا الفندق. 100% هاي كمان هون زي ما انت شايفين، هاي عشان تطفي الحرائق. واو واو وي، وطلع لوين بوصل. انا هيك بنقذ الجميع وما بخلي اي احد ينحرق، خلاص انقطع. ويلا خلينا احنا الان نسترخى ونستريح. هاي.